بار برخ بطون إن آس كمصر نربحون هدراوي حل بقى كسر لو برشة تيفي وكله هاي برشو عبد القادر هذه أدب ما أصلت هاي هذيك يوم ما ممكن يوم ما ضحى مشبة هل كده واحد تاجنا هذا كي قالها أبو أن جولد ورنتي قبل آد وعتيبة كتريي أبو أن هدراوي النجو دجروين ورنتي جي جي جيس كافر كم سامين كل ما ما أنت دعدي خميستي وجريوده هدراوي خميستي كورس حقن وحن كواسني شيخ هذا سيرو إلى هيدا بيجي صار دافي إلى هيدا قبل قال بدو ده بهوا سعيو ما أنت نوح نواسن هدراوي وحي رنتي دعشر يعبروا تهاي إن أنا عمرجين وسيتشرينو عدك استبع عمل ولا يكسن في كان عكرات أكتوب وحن سلايا هاي هنتي أمضات وضدك الصوماليات كبا حضي كالوين ورقن كا ضد نمضة دول مديد كا ديغسي نمضة بفي وانا اقول لي هوردن كوبساتي ايا مانتا افك كوهيتي الهي وحن وقبر ينا عيوات خير قبا و هدراوي يو انتي لا عينا يا عرقتي هاي بينو بدشين الهي تشيل كان دبقى سو صارو انو دوين كو قدن بيي دار اوليال بوسكاها وانتي على برتين انو قم هاد نقو ايان عشور ورنتي نبر كوري دتي حنونك يو حالة قودة أبوانك لا تنيدي سنو قدن بيي داد كهادة سبوحرين بانانوغو هدراوها وحن اسكلاعن باقاد نهر جيسا وحن اسكو براناي بندقية دا سوغاميد ايولها اكاديمية دا نبادو قبان شرتي بوبي يوسف دعاليو اقاسم كيدا الهايان انتا كدب وحنو كم دا اسنين قديات رنتي داد كصوماليات عولا اسكو احايد ويساقنا ادو دمغة شرتي ودلمي يلا دقالن كيسا تاوح دياري ماسل لورن شري دول قرير ومانسو دي وقود دنبي سيبا وطريو اي اي حايد سان سلاي حاي ادانا خلدري دول قرير ماسور بوكو صوبان لغاي وحي انتاك دبهينا انان يا دير كيبانو هدراي ويسكون نغني هدراي وحنكو عزوز داريك وكمبالكو صعدا وشامعادو بحيا اي سيقي احمد او قيدي يارين waxay ku raadeen waxaanu doonaynaa deegaankii dadka ka soo jeedeen aad u shaqeyso Axmed Siilaay ay u tageen waxa la ninka xil u magacow isaga waraaqda adraa gacanta Axmed Siilaay kaga soo qaaday xilkii Siilaay oo xukuumadiisa ka qabtay markasta wuxuu ahaa dhirigeliye wuxuu go'an jiray meel wanaagsan ba dalkii dadku ba gaari doonaan rajo dhigina dad wuxuu ugu jecelaa dadkan ka soo jeedo iyo deegaankoodaba wuxuu markasta ka dagaalamay jiray dulmiga dadka si guud u saameeyay waxaan islaay maanta tiir weyn ama deer weyn iyo geeda malaba dadka ka dumay sifooyin ku lahaa dadka Soomaalida oo dhan baad ka faaloonaysay anigu waxaan si gaar ah ugu xasuustaa wanaag badan oo u lahaa inaanay Soomaali kale sinayn waxa jeebkiisa ku jira inuu aadamaha wax ka tara marka laga yimaado wuxuu mas'uuliyad iska saari jiray hadba hoteelku argeysa ka degay gaar ahaan hotel Imperial oo aad ugu soo degi jiray oo ugu tagi jiray 2005tii 2004tii 6dii inuu bisadaha hoteelka isagu suuqa beer uga doon jiray oo barta uu ku quudin jiray shimbiraha wax siin jiray kama gayoon karayno sifooyinkii wanaagsanaa ilaahay wadaaga ku arsaaqay ilaahay waxaan ka baryaynaa ciwaad khayr qabana ilaahay u siiyo dambigiisana ilaahay dhaafo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.